بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 200 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 39 و40 بعد 200 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله بما تعملون خبير. وقد وقفنا عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وخصصها للحديث عن صلاة الخوف، حيث قال: المسألة الخامسة صلاة الخوف قسمان، أحدهما أن تكون في حال القتال وهو المراد بهذه الآية، والثاني في حال غير القتال وهو المذكور في سورة النساء في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآيات. يقول الإمام في سياق الآيتين بيان اختلاف القولين. إذا عرفت هذا فنقول: إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد، فمذهب الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركبانا على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة، يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويحترزون عن الصيحات لأنه لا ضرورة إليها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلي الماشي بل يؤخر. واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين. الأول، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجالا أو ركبانا، يعني مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع رحمه الله: لا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، وهو أن الخوف الذي تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشي ومع الركوب والركض، لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال، لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال، فصار قوله فرجالا أو ركبانا يدل على الترخص في ترك التوجه، وأيضا يدل على الترخص في ترك الركوع والسجود إلى الإيماء، لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف في مكانه، ولا يتمكن من الركوع والسجود، فصح بما ذكرنا دلالة قوله فرجالا أو ركبانا على جواز ترك الاستقبال وعلى جواز الاكتفاء بالإيماء في الركوع والسجود. إذا ثبت هذا فلنتكلم فيما يسقط عنه وفيما لا يسقط، فنقول: لا شك أن الصلاة إنما تتم بمجموع أمور ثلاثة. الصلاة تتم بمجموع أمور ثلاثة، أحدها فعل القلب وهو النية، وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال الخوف بسبب ذلك، فعل القلب لا يتبدل حال الخوف فيمكنه الإتيان بالنية. والثاني فعل اللسان، الثاني فعل اللسان وهي القراءة، وهي لا تسقط عند الخوف، ولا يجوز له أيضا أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي أو أن يأتي بصيحات لا ضرورة إليها. والثالث أعمال الجوارح، فنقول: أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة، وأما الاستقبال فساقط على ما بيناه،
وأما الركوع والسجود فالإيماء قائم مقامهما، فيجب أن يجعل الإيماء النائب عن السجود أخفض من الإيماء النائب عن الركوع، لأن هذا القدر ممكن. وأما ترك الطهارة فغير جائز لأجل الخوف، إذن ترك الطهارة غير جائز لأجل الخوف، فإنه يمكنه التطهر بالماء أو التراب، إنما الخلاف في أنه إذا وجد الماء وامتنع عليه التوضؤ به هل يجوز له أن يتيمم بالغبار الذي يتمكن منه حال ركوبه؟ والأصح أنه يجوز، لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم فالخوف على النفس أولى أن يرخص في ذلك، فهذا تفصيل قول الشافعي رحمه الله تعالى. وبالجملة فاعتماده في هذا الباب على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضا، والجواب أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة، فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل. المسألة السادسة: اختلفوا في الخوف الذي يفيد هذه الرخصة. وطريق الضبط أن نقول: الخوف إما أن يكون في القتال أو في غير القتال، الخوف إما أن يكون في القتال أو في غير القتال. أما الخوف في القتال فإما أن يكون في قتال واجب أو في قتال مباح أو في قتال محظور. أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار، وهو الأصل في صلاة الخوف، وفيه نزلت الآية، ويلتحق به قتال أهل البغي، يلتحق بالقتال الواجب قتال أهل البغي، إذن قتال الكفار وقتال أهل البغي واجب. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذان القتالان، قتال أهل البغي وقتال الكفار، يجوز فيهما أو تجوز فيهما صلاة الخوف. وأما القتال المباح فقد قال القاضي أبو المحاسن الطبري في كتاب شرح المختصر: إن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب، بخلاف ما إذا قصد الكافر المؤمن نفسه فإنه يجب الدفع لئلا يكون إخلالا بحق الإسلام. إذا عرفت هذا فنقول: أما القتال في الدفع عن النفس وفي الدفع عن كل حيوان محترم فإنه يجوز فيه صلاة الخوف، وأما قصد أخذ ماله أو إتلاف حاله فهل له أن يصلي صلاة شدة الخوف؟ فيه قولان: الأصح أنه يجوز، واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس. والثاني، القول الثاني، أنه لا يجوز له صلاة الخوف لأن حرمة الروح أعظم. الإمام قال: الأصح أنه يجوز. وأما القتال المحظور فإنه لا تجوز فيه صلاة الخوف، لأن هذا رخصة، صلاة الخوف رخصة، والرخصة إعانة، والعاصي لا يستحق الإعانة. وأما الخوف الحاصل لا في القتال كالهارب من الحرق والغرق والسبع، وكذا المطالب بالدين إذا كان معسرا خائفا من الحبس عاجزا عن بينة الإعسار، فلهم أن يصلوا هذه الصلاة، لأن قوله تعالى: فإن خفتم مطلق يتناول الكل. إذن يدخل في الخوف المفيد لهذه الرخصة الخوف في القتال الواجب كالقتال مع الكفار أو مع أهل البغي، وفي القتال المباح كالدفاع عن النفس أو عن حيوان محترم أو عن المال. أما القتال المحظور فإنه لا يجوز فيه صلاة الخوف، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ويدخل فيه الخوف الحاصل في غير القتال كالهارب من الحرق والغرق والسبع، وكذا المطالب بالدين إذا كان معسرا خائفا من الحبس، فيرخص له في هذه الصلاة، لأن قوله عز وجل: فإن خفتم مطلق يتناول الكل.
فإن قيل قوله فرجالا أو ركبانا يدل على أن المراد منه الخوف من العدو حال المقابلة، إن قيل هذا قلنا هب أنه كذلك، إلا أنه لما ثبت هناك دفعا للضرر وهذا المعنى قائم ها هنا وجب أن يكون ذلك الحكم مشروعا والله أعلم، أي أن هذا الحكم إذا لم يثبت للخائف في غير القتال بالنص فإنه يثبت له بالقياس، لأن العلة هي دفع الضرر عن النفس وهي متحققة في الأصل وفي الفرع. المسألة السابعة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، والجمهور على أن الواجب في الحضر أربع وفي السفر ركعتان سواء كان في الخوف أو لم يكن، وأن قول ابن عباس رضي الله عنهما متروك، هذا رأي الجمهور. قلت حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم في صحيحه، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأما قوله تعالى فإذا أمنتم، فالمعنى إذا أمنتم بزوال الخوف الذي هو سبب الرخصة فاذكروا الله كما علمكم، وفيه قولان في تفسير قوله تعالى فاذكروا الله كما علمكم قولان، والواقع أن الإمام ذكر ثلاثة أقوال، الأول فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة كما علمكم بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وكما بينها بشروطها وأركانها، لأن سبب الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل، والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ولقوله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. والقول الثاني فاذكروا الله أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن، لأن التفسير الأول أن الذكر هو الصلاة، والتفسير الثاني تفسير الذكر بالشكر أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن. يقول الإمام طعن القاضي عبد الجبار في هذا القول وقال إن هذا الذكر لما كان معلقا بشرط مخصوص وهو حصول الأمن بعد الخوف لم يمكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعا على حد واحد، ومعلوم أن مع الخوف يلزم الشكر كما يلزم مع الأمن، لأن في كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة، والخوف هاهنا من جهة الكفار لا من جهته سبحانه وتعالى، فالواجب حمل قوله تعالى فاذكروا الله على ذكر يختص بهذه الحالة. وخلاصة القول أن القاضي عبد الجبار طعن في حمل الذكر هنا على الشكر، ووجه الطعن أن الشكر يلزم مع الخوف كما يلزم مع الأمن، لأن نعم الله تعالى متصلة في الحالين، ومن ثم يجب حمل الذكر هنا على ذكر يختص بهذه الحالة. والقول الثالث الذي ذكره الإمام أنه دخل تحت قوله تعالى فاذكروا الله دخل الصلاة والشكر جميعا، لأن الشكر ذكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها. وأقول يؤيد هذا التأويل قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فالله عز وجل أمر بالشكر وبالصلاة بعد الأمر بالذكر، فكأنه عز وجل جعل الشكر والصلاة تفسيرا لهذا الذكر. وأما قوله تعالى كما علمكم فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف، وأن ذلك من نعمه تعالى، ولولا هدايته سبحانه وتعالى لنا لم نصل إلى ذلك. ثم إن أصحابنا يعني أهل السنة فسروا هذا التعليم بخلق العلم، والمعتزلة فسروه بوضع الدلائل وفعل الألطاف، المعتزلة فسروا التعليم بوضع الدلائل وفعل الألطاف.
وقوله تعالى ما لم تكونوا تعلمون إشارة إلى ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من زمان الجهالة والضلالة. والخلاصة أن قوله تعالى فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يدل على أن الهداية بعد الضلال والعلم بعد الجهل نعم جليلة تستوجب الشكر. لذا قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 40 بعد 200 وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فقال في الآية مسائل: المسألة الأولى قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصية بالرفع والباقون وصية بالنصب. أما الرفع ففيه أقوال: الأول أن قوله وصية مبتدأ وقوله لأزواجهم خبر، وحسن الابتداء بالنكرة لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع كما حسن قوله سلام عليكم وقوله خير بين يديك. والثاني أن يكون قوله وصية لأزواجهم مبتدأ ويضمر له خبر والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم، ونظيره قوله فنصف ما فرضتم وقوله فدية مسلمة وقوله فصيام 3 أيام. والثالث تقدير الآية: الأمر وصية أو المفروض وصية أو الحكم وصية. وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ، أي أن قوله وصية يكون خبرا لمبتدأ محذوف. والرابع تقدير الآية: كتب عليكم وصية. والخامس تقديره: ليكن منكم وصية. والسادس تقدير الآية: ووصية الذين يتوفون منكم وصية إلى الحول. يقول الإمام: وكل هذه الوجوه جائزة حسنة. فعلى الأوجه الثلاثة الأولى تكون الجملة الإسمية في محل رفع خبرا للمبتدأ. على الأوجه الثلاثة الأولى تكون الجملة الإسمية في محل رفع خبرا للمبتدأ وهو قوله الذين يتوفون. وعلى الوجهين الرابع والخامس تكون الجملة الفعلية في محل رفع خبرا لذلك المبتدأ. وعلى الوجه الأخير يكون الاسم الموصول أعني قوله الذين يكون مبتدأ على حذف المضاف لأن أصله ووصية الذين، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا على قراءة وصية بالرفع. وأما قراءة النصب ففيها وجوه: الأول تقدير الآية فليوصوا وصية، فعلى هذا الوجه يكون النصب في قوله وصية على المصدر لأنها انتصبت بفعل من جنسها. والثاني تقديرها يوصون وصية، الثاني تقديرها يوصون وصية كقولك إنما أنت سير البريد، إنما أنت سير البريد أي تسير سير البريد. والثالث تقديرها ألزم الذين يتوفون وصية، أي أن الاسم الموصول الذين في محل رفع نائب فاعل ألزم الذين، يعني الأصل ألزمت الذين يتوفون وصية لأزواجهم، فالاسم الموصول الذين هنا إذا قلنا ألزم في محل رفع نائب فاعل لفعل يتعدى الاثنين تقديره وألزم الذين يتوفون، ويكون النصب في وصية على أنها مفعول ثان لألزم. إذن الأصل ألزمت الذين يتوفون منكم وصية، فإذا بني على ما لم يسمى فاعله نقول ألزم الذين يتوفون وصية، فيكون الاسم الموصول نائب فاعل ووصية مفعول به ثان. وأما قوله تعالى متاعا ففيه وجوه: الأول أن يكون على معنى
متعوهن متاعا، فيكون التقدير فليوصوا لهن وصية وليمتعوهن متاعا. والثاني أن يكون التقدير جعل الله لهن ذلك متاعا، لأن ما قبل هذا الكلام أو لأن ما قبل الكلام يدل على هذا. فعلى الوجه الأول يكون منصوبا بفعل من لفظه أي متعوهن متاعا، وعلى الوجه الثاني يكون منصوبا بفعل من غير لفظه والتقدير جعل الله لهن متاعا. الوجه الثالث أنه نصب على الحال، والحال هنا إما أن يكون من الموصين أي ممتعين، أو أن يكون حالا من الأزواج أي ممتعات أو ذوات متاع، يكون حالا من قوله وصية لأزواجهم، يكون حالا من الأزواج. وأما قوله غير إخراج ففيه قولان: الأول أنه نصب بوقوعه موقع الحال، كأنه قال متعوهن مقيمات غير مخرجات، أي أنه حال من الزوجات والتقدير غير مخرجات، ويجوز أن يكون حالا من الموصين أي متعوهن غير مخرجين. والثاني أنه انتصب بنزع الخافض، أراد من غير إخراج، التقدير من غير إخراج، كقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فقوله قومه انتصبت بنزع الخافض لأن الأصل واختار موسى من قومه. المسألة الثانية في هذه الآية 3 أقوال: الأول وهو اختيار جمهور المفسرين أنها منسوخة، القول الأول وهو اختيار جمهور المفسرين أنها منسوخة، قالوا كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة، وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج، ولكنها كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج، وإن شاءت خرجت قبل الحول، لكنها متى خرجت سقطت نفقتها. هذا جملة ما في هذه الآية، لأن إن قرأنا وصية بالرفع كان المعنى فعليهم وصية، وإن قرأناها بالنصب كان المعنى فليوصوا وصية، وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة. ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين: أحدهما المتاع والنفقة إلى الحول، والثاني السكنى إلى الحول. ثم أنزل الله تعالى أنهن إن خرجنا فلا جناح عليكم في ذلك، فثبت أن هذه الآية توجب أمرين: أحدهما وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج سنة، والثاني وجوب الاعتداد سنة، لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر في هذه السنة. ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين: أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لها بقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. والسنة دلت على أنه لا وصية لوارث، فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول. وأما وجوب العدة في الحول فهو منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذا القول هو الذي اتفق عليه أكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين. القول الثاني وهو قول مجاهد أن الله تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها 2، إحداهما ما تقدم وهو قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والأخرى هذه الآية، فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين. فنقول إنها إن لم تختر السكنى في دار زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها كانت عدتها 4 أشهر و10 على ما في تلك الآية المتقدمة. وأما إن اختارت السكنى في دار زوجها والأخذ من ماله وتركته فعدتها هي الحول، وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى،
حتى يكون كل واحد منهما معمولا به. القول الثالث وهو قول أبي مسلم الأصفهاني أن معنى الآية من يتوفى منكم ويذرون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكن الحول فإن خرجنا قبل ذلك وخالفنا وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن وهي 4 أشهر و10 أيام فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي من نكاح صحيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة. قال والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل واحتج على قوله بوجوه أحدها أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان. الثاني شرط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في النزول وإذا كان متأخرا عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخرا عنه في التلاوة أيضا لأن هذا الترتيب أحسن. فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزا في الجملة إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الإمكان. ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك الآية في التلاوة كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك الآية. الوجه الثالث وهو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص أولى. وها هنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل. وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدير الآية فعليهم وصية لأزواجهم أو تقديرها فليوصوا وصية فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى. وأبو مسلم يقول تقدير الآية والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم أو تقديرها وقد أوصوا وصية لأزواجهم فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج. وإذا كان لابد من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضماره. ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ إلى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضماركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول أو مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه. يقول الإمام وهذا كلام واضح. وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية فالشرط هو قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فهذا كله شرط. والجزاء هو قوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فهذا تقرير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة. هكذا حكم الإمام على كلام أبي مسلم الأصفهاني في هذه الآية. وأقول أبو مسلم الأصفهاني أنكر وقوع النسخ والإمام لم ينكر وقوع النسخ ولكنه حاول التقليل من الناسخ والمنسوخ قدر الإمكان وهذا منهج المحققين من العلماء والفقهاء والمفسرين لأن بعض العلماء أكثروا من الناسخ والمنسوخ في القرآن وتجاوز عدد الآيات المنسوخة عندهم 200 آية ولهذا أسباب كثيرة منها أنهم عدوا إبطال عادات الجاهلية نسخا مع أن النسخ يكون للأحكام الشرعية فقط ومنها أنهم عدوا التخصيص نسخا والفرق بينهما أن التخصيص يقصر الحكم على بعض أفراد العام وأما النسخ فيرفع الحكم كليا ومنها
من أسباب الإكثار من الناسخ والمنسوخ عدم وجود تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ بحيث يمكن الجمع بينهما، ومنها أيضا أنهم لم يتحققوا من صحة الروايات الواردة في النسخ. وأما المحققون فقد حاولوا التقليل من الناسخ والمنسوخ وتوصلوا إلى أن الآيات المنسوخة لا تتجاوز على أعلى تقدير لا تتجاوز 20 آية. ونقف عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.